بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم أحبائي المشاهدين. النهاردة وصلت لنا يعني أخبار إن إسطنبول بتغرق. إسطنبول سيول وبراكين وبلاوي سودة هناك. هنروح مع بعضنا نشوف الأجواء هناك يا جماعة، وهنطمنكم إن ده كله كلام فاضي، شوية مطرة بينزلوا. تعالوا نشوف إسطنبول اللي بتغرق. هنخدكم الأول في رحلة هنا في مودانيا، ونفرجكم على الشوارع اللي برضو بتغرق هنا ببورصة، ونجيب حاجتنا من الماركت ونطلع رحلتنا. نعرفكم ازاي تجيبوا حاجات رخيصة من الماركت وتطلعوا الرحلة وتوفروا فلوس. ان شاء الله هتاخدنا المركب من بورصة ميناء مودانيا الى ميناء ايمينونو في اسطنبول. ان شاء الله رحلة تكون سعيدة علينا وعليكم باذن الله، ونشوف الاجواء في بورصة ونشوف الاجواء في اسطنبول. يلا بينا على رحلتنا الجميلة دي. يلا بينا. عبارة بودو اهي، ده المكان هنا صباحا، بنصور الساعة 8:30 الصبح. الأجواء رائعة، ناس كثيرة جدا رايحة لإسطنبول. الجو جميل جميل ما شاء الله. بطمن الناس، بورصة ايه؟ مفيش لا صواعق ولا حاجة غرقانة ولا أي حاجة، جو تحفة. مودانيا صباح. في شوية غيوم في السماء، يعني ممكن شوية مطر كده ينزلوا إن شاء الله. المطر لما بينزل على الجبال، شايفين الجبال الخضراء اللي فوق دي، المايه بتنزل بتعمل سيول، فالسيول بتنزل في الشوارع، فالشوارع ليها اماكن للصرف. المايه كل ما كترت كل ما الصرف اتجمع شويه والعربيات بتدوس عليها، فتلاقي ايه بقى الناس صوروا العربيات وهي بتدوس في المايه، ويقول لك سيول والدنيا غرقانه. وتعالوا نجيب حاجتنا علشان نطلع على اسطنبول. سكون سكون، بصوا الشارع. ده الشارع ده اسمه شارع البستان. هنخش شوك نجيب حاجات بتاعتنا بتاعت الرحلة. بسم الله، لسه فاتحين. بصوا احنا هنا في خبز اهو، 7:30 الخبز يا جماعة، والخبز ده بخمسة ليرة اللي تحت. نظام بنجيب حاجات يعني بسيطة، ممكن ان شاء الله نجيب الكيس الجميل ده. ممكن ده بقسماط اهو، 15 ليرة، ده حلو نقد خلاص ماشي. نجيب حاجات بسيطة يعني كده ان شاء الله. في مية دي الصغيرة دي بورصة، بصوا ب2.25، زادت ربع ليرة. طبعا بتتباع ب10 ليرة في العبارة. ناخد ده جميل جدا من غير سكر، ده تحفة ما شاء الله، بس مش عارف مسكر برضو. ماشي، شيبسيهات في هنا، ده الشيبسي ده ايران، خدنا واحدة ايران اهي. الايران هنا ب5.75، ده تلاقيه في المطاعم مثلا بيتباع بيجي. وهنخش نحاسب هنا، ودفعنا الحساب. تمام، تشكر دير. هذا قرشه. ويلا بينا بقى على المركب بتاعنا، اشترينا الحاجة. طبعا تحب تتمشى هنا الصبح. حمام جميل.
بص الحمام بيجي جنبك كده عامل زي القطة دور على أي حاجة ياكلها. هنقف هنا في طابور، في آخر الطابور هنا. بصوا بقى الجبال اللي هنا من فوق يا جماعة بتنزل عليها المية، فالمية بتعمل شلالات. شلالات المية دي بيسموها سيول لما بتنزل في الشارع، بتعيق حركة العربيات سيارات والكلام ده كله. وطبعا هي ما بتقعدش، يعني المطر بيقف كل شيء بينتهي، يعني الأحداث مش مستمرة على طول يعني. والأرض بتنشف وزي الفل، وبقالهم يومين ثلاثة قاعدين يقولوا مطرة جديدة، احذر احذر احذر، زي ما انتم شايفين كده مفيش أي حاجة الحمد لله، يعني مفيش حوادث مفيش حاجة، يعني مفيش حاجة تخوف يعني. زي ما احنا بنقول كل مرة يا جماعة، الباليت او التذكرة ب 175 ليرة تقدر تحجزها اونلاين، وساعة الوصول بتبقى المركب بتاخد ساعة و50 دقيقة بالظبط، ساعة و50 دقيقة يوصلك لغاية اسطنبول. ودخلنا الميناء، ميناء عبرات بودو. خش شوف الكرسي دي 11. حاضر يا ابني انا جاي. دي 11 نقدر نحط الشنط هنا برضو عادي قدامك، هنا في قدام الكابينة. نشوف هنا دي 11، دي 11 هنا اهو، ده المكان بتاعي. وزي ما انتم شايفين المركب يا جماعه جميله، ونشوفكم ان شاء الله بقى في اسطنبول باذن الله. حياتنا ليكم، يلا بينا. وصلنا يا جماعه بفضل الله. وهذه هي الاجواء في اسطنبول. كان في المطرة كانت شغالة وقفت. جينا في المركب ساعة و50 دقيقة إلى اسطنبول، من بورصة لاسطنبول ساعة و50 دقيقة. هي الأجواء. مش عارف الناس مشتتة ليه، الجو حلو بس عشان كان في مطرة الناس بتشتت مع المطر مش مع الساعة. يعني بص ناس لابسة شتوي وناس لابسة صيفي. درجة الحرارة في اسطنبول النهاردة 24 درجة، جو تحفة ما شاء الله. اهو في ناس مصيفة عادي يعني، مش عارف انا لابس قميص بكم يعني مش اكتر من كده. جينا هنا عبارات بودو اهي يا جماعة، تحجز من هنا. لو عايز تحجز من، لو هتحجز من هنا تحجز قبلها بيوم، تيجي هنا قبلها بيوم وتحجز. هذه هي الأجواء الجميلة في اسطنبول، منطقة إيمينونو وساحل إيمينونو وميناء إيمينونو. Ben orada olmadığım için bakmam lazım, görmem lazım. دي المركبة اللي احنا كنا راكبينها. بصوا الجو جميل جميل ما شاء الله. برج جلاطة. الكل يلتقط الصور التذكارية. الجو جميل ما شاء الله.
5 دقيقة بيشيلنا على الكاميرا. هي دي الأجواء يا جماعة. واضح ان كان في امطار هنا. طبعا الامطار بعد ما بتقف على طول زي ما انتم شايفين كده الارض بتنشف على طول. الارض بتنشف زي الفل كده كانها مغسوله. سميت السخنه اهو. بس اجمل حاجه الناس ايه متشتته شويه يعني. مع ان الجو حر يعني ابتدى يعني مش حر يعني معتدل جميل يعني. بصوا اجواء المايه يا جماعه اجواء صراحه تحفه ما شاء الله. رحت جيت اسطنبول برضو ليها رونق معين حاجه تانية. اسطنبول بصراحه المشكلة كلها الازدحام الشديد اللي بيبقى موجود هنا في اسطنبول. من ارخص البلاد اللي في الفسح بالمراكب هي تركيا، يعني تيجي تتفسح بأي مراكب سواء مراكب خاصة أو مراكب عامة الفسح هنا كلها رخيصة. تتفسح في البحر وتركب وتتمتع يعني أسعار زهيدة جدا. والله انا فرحان عشان الناس لقيتها الحمد لله كلهم لابسين لبس اللي هو التقيل شويه يعني كده الواحد يتصور براحته يعني. هنا في ما شاء الله سندوتش السمك 90 ليره هنا اللي هي شريحه واحده شريحه سمك بيحطها لك في سندوتش ب 90 ليره. الأجواء يا جماعة كان المطر ماسح، المطر كان غاسل الأرض. لذلك احنا بنقول لكم الأسبوع ده بيبقى فيه مطر بس المطر متقطع ما هوش مستمر يعني. بصوا المناظر تمتعوا بالمناظر الجميلة. تركب المركب من هنا ب 12 ليرة تطلع بيك اسكودار. رحمكم الله. بصوا هذه الأجواء جميلة يا جماعة ما شاء الله. ويلا بينا بقى ننتقل إلى باقي منطقة إيمينونو نفرجكم عليها. نعرف الناس ان مفيش هنا الدنيا مش مقلوبة. اسطنبول بخير يا جماعة والاجواء زي ما انتم شايفين كده. ده جامع إيمينونو الجديد بعديه هناك جامع رستم باشا. طبعا
قاعدة تقول اسطنبول يعني غرقانة، اسطنبول العربيات مش عارفة تمشي، اسطنبول بخير مفيش اي حاجة. تعالوا نشوف النفق ده غرق كده من السيول والمياه. فتحوا الكوبري مينونو من فوق. نطلع بقى من فوق نشوف الكوبري الجميل. انهوا الصيانة خلاص، رايح جاي الطريق رايح جاي اتفتح، مفيش اي مشكلة خلاص. الأجواء يا جماعة، أجواء ما شاء الله، أجواء جميلة. الساعة 10:30 صباحا، وزي ما انتم شايفين كده الجو يعني ما شاء الله. بصوا يعني سواح زحمة كمان الساعة 10:30، يعني بيتهيألي كمان ساعتين او حاجة الدنيا هنا هتبقى زحمة جدا. فتحوا المكان اهو بعد عمل الصيانة اللازمة علشان الزلزال المنتظر في اسطنبول، وان شاء الله ربنا ما يجيبش زلازل. والله يا جماعة بقالهم كذا سنة يحذروا من الزلزال القادم في اسطنبول، الزلزال المدمر، الزلزال الكبير ده. هنا في بيحذروا هنا، يعني الأتراك هم اللي بيحذروا كمان، مش على صفحات الجرايد وبتاع والعلماء اللي هنا. فطبعا الحكومة هنا ما بتطنش الكلام ده، خدت بكلامهم وعملت حاجات ضد الزلازل برضو عشان يبقوا هم في السليم لو حصل حاجة لا قدر الله. لكن بفضل الله يعني ما فيش حاجة، اسطنبول زي الفل اهي من كذا سنة وما بيحذروا، والزلازل بقت بتيجي دلوقتي في الدول العربية وفي اماكن تانية كتيرة متفرقة وفي الجنوب التركي. المطر في اسطنبول يا جماعة لما بينزل المطر بينزل بغزارة شديدة جدا في اسطنبول، غير الدول العربية. يعني هنا لما بينزل اكنك فاتح يعني دوش كده على كل 2 سنتي دوش، الموضوع بيبقى شديد جدا. خير طبعا، المفروض هنا في صرف جديد عاملينه فما تلاقيش بقى، المطرة كانت شغالة هنا وقفت. بصوا الاجواء، الشمس طالعه اهي ساطعه ما شاء الله، جو جميل جميل اهو. نحاول نعرف الناس كل حاجه يا جماعه عشان اللي عايز يجي يتفسح، الدنيا زي ما انتم شايفين
شهر اكتوبر حاجه يعني اول مره اشوف شهر اكتوبر كده الجو يعني درجه الحراره المفروض هي 24 من شويه بقت 25، الشمس حميت شويه بقت 25 درجه. تعالوا ننزل تحت بقى السلم الجميل ده، ده في نص الكوبري. لو عايز تقرب من المية شوية بتنزل هنا. الجو ساحر ساحر ما شاء الله. تقف هنا تتفرج على المركب او تجيب لك كرسي بلاستيك وتقعد هنا، كرسي من اللي بيتطبق ده، محدش هيكلمك تقعد عادي. تجمعوا يا جماعة، أجواء جميلة في اسطنبول. الناس بقى اللي بتسمع كلام القنوات الأخرى جايب لك شوية مية نازلة من على منحدر، في عربيتين ثلاثة واقفين، يقول لك الدنيا بتغرق في اسطنبول. حاجة غريبة والله العظيم. دي المحال اللي موجودة هنا، طبعا الصبح بدري يعني ما تقعدش الجنب دوت، الصبح بدري تروح تقعد الجنب التاني. ده الجنب التاني، بص المنظر، الناس بتيجي هنا تقف قريبا في الميه. بصوا الاعداد اللي هنا، المنيو الجميل اهو بتاع السمك. ثبت الشاشه عشان نكمل رحلتنا. الاسعار ايه بكل طبق اهو، اهو يا جماعه الاسماك كلها. وادي الصفحه دي يعني اهو في صفحات كتيره، ده 100 ليره 120. طبعا لما بتعكس الكلام ده بالدولار بتلاقيه كلام فاضي، انما بالنسبة للناس اللي هي العرب اللي جايين من بلاد العربية طبعا ده بالنسبة لهم غالي، انما اللي بيجوا من بلاد خليجية بالنسبة لهم ده رخيص. واللي بيجي طبعا من البلاد الاوروبية والاجنبية امريكا وكده بالنسبة لهم ده كلام فاضي. كل واحد حسب بلده يعني. بصوا هذه الأجواء. أي حد تلاقي راسه عاملة كده ولففها بتاع بعمل زراعة شعر. عمليات التجميل وزراعة الشعر مشهورة بها تركيا هنا، والعمليات كلها ناجحة يعني بفضل الله.
هنا في جامع الطرقة دي أو في الممر ده. بصوا قعدات هنا جميلة اهي. كوبري الخليج اللي هناك ده، احنا على كوبري جلطة. طبعا المحلات هنا يا جماعه بيبقى فيها خمور عشان الاجانب، الاجانب بتيجي بتطلب خمور، فالخمور موجود هنا عشان الاجانب والسياحه. يعني دي محلات كلها عشان السياحه، الناس الاجانب اللي بتيجي من بره اللي هم مش مسلمين. لكن انت راجل مسلم اقعد ما تطلبش خمر عادي يعني. في ناس بتكتب لك نحن لا نبيع الخمور، ليه؟ علشان في عرب بتيجي تقعد وتقول له انا عايز خمور، فبيكتب له كده احنا ما عندناش خمور. هذه هي الاجواء صباحا زي ما انتم شايفينها كده. طبعا ساعة زمن وهتلاقي الدنيا هنا زحمة. كل بلاد الدنيا بتيجي هنا منطقة إيمينونو ده أساسي أساسي جميع البلاد. بصوا بكلمكم على الزحام، ابتدت تسحب ازاي؟ الحلوى الشمس طالعة ايه والجو جميل يا جماعة، مفيش اي صواعق، مفيش اي سيول، الدنيا حلوة والجو جميل، والطرشي من 20 ل 75 يعني اللي انت عايزه يعني، ده غير السمك. سندوتش سمك هنا ب100 ليرة. الناس اللي بتقول الاسعار غاليه، الاسعار غاليه هتبقى غاليه عليك، طالما الاسعار غاليه طبعا تبقى غاليه عليك طبعا، ما فيش مجامله يعني، لو لقيت الاسعار غاليه هتبقى غاليه عليك انت. انما الاسعار دي هنا في تركيا للناس اللي شغالين هنا اسعار جميله، وللسياح اسعار في منتهى الجمال. خلي بالك من الحته دي، دي اسعار كلها سياحه سياحه. في اماكن تانية بدل ما بتدفع بالليرة بالمئة ليرة بتدفع بالدولار، فدي طبعا من الاماكن الجميلة. وهختم لكم بحاجة مهمة جدا، لو انا حابب بقى ارجع تاني بورصة ورحت لقيت التذكرة بتاعت المركب اتلغت اعمل ايه؟ باجي هنا وبركب هذا المترو الجديد. المترو ده جديد يا جماعة اهو، وبنزل الباكوي، اوتوجار الباكوي اخر محطة انزل فيها واخد الباص من هناك. هتلاقي باصات بقى هناك كتير، الباص هيجيبك مثلا يرجعك تاني بورصة في 4 ساعات، يعني من 3 ساعات ونص لاربع ساعات. انا بس والله عايز افرجكم على النفق اللي تحت ان هو ما غرقش. الناس بتقول لك النفق غرق، وانا عارف من غير ما ابص ان ده كله كلام فاضي. انزل معاكم تحت
بص بشق الصعاب انا، فانا نازل من فوق من هنا. بص هوريكوا اخر حاجه النفق ان هو مغرقش يا جماعه، عشان كلام الناس الكذابه الكتيره اللي على يعني مش عارف بيعملوا كده ليه. يعني ادي النفق، نفق منونو لم يغرق الحمد لله، وما فيش سيول الحمد لله. بصوا اهو اجواء جميله جميله هنا، بصوا الناس زحمه، الزحام في كل مكان. بصوا الزحمه، بصوا الارض مفيش ميه، شيرتات ب 80 ليره دي ب 250، بصوا دي ب 150. اللي عايز التيشيرتات دي بقى رخيصه يا جماعه، يعني يتفرج على فيديوهات بتاعه الاسواق الشعبيه اللي احنا بننزلها هنا ان شاء الله في اسطنبول. هنزل لكم اسواق شعبيه باذن الله تستمتعوا بالاسعار. بصوا الزحام، الزحام في كل مكان. حزام هنا ب 300 ليره. منظر اسطنبول الجميله، مفيش لا سيول ولا فيضانات، في كلاب صغيره اهي. وهذا الزحام الجميل في منونو صباحا. ولحد هنا بنقول لكم تحياتنا ليكم جميعا، لا تسمعوا لاحد غيري في تركيا. كان معاكم محمود علي من اسطنبول الاوروبيه منطقه منونو. لا تنسوا الصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.